السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا كما عرفنا جميعا بأن الوزارة خرجت واحد المفهوم آخر غادي يتزاد المراقبة المستمرة، وهو فروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة، واللي قلنا كيكون في نهاية كل أسدوس دراسي. والإشكال فين كان؟ هو أنه كانوا تحذفوا مواد كالتربية الإسلامية والاجتماعيات، وناض عليهم صداع في الفيسبوك وفي يوتيوب وفي جميع مواقع التواصل الاجتماعي. علاش يحذفوا التربية الإسلامية وعلاش يحذفوا الاجتماعيات؟ وبالتالي الوزارات رجعت عن حذف هذه المواد. إذن غادي تعرفوا معايا في هذا الفيديو كيفاش غادي تولي الأمور من بعد ما تراجعت الوزارة. إذا المذكرة اللي خرجت هي هذه ديال اليوم 81/2021. المذكرة اللي خرجت البارح هي مذكرة 80/21. إذا هذه المذكرة دائما في شأن الجدولة أو الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها. إذا اللي كيهمنا هو هذا الجدول هذا، وغادي نشوفوا أوجه الاختلاف ما بين الجدول ديال المذكرة ديال البارح والجدول ديال المذكرة ديال اليوم. لاحظوا هنايا مستويات الإشهادية، عندنا السادس ابتدائي، عندنا الثالثة إعدادي، عندنا الثانية بكالوريا. بالنسبة للثانية بكالوريا ما كيتغير والو، ها الثانية بكالوريا ما كيتغير والو لأنه أصلا ما تغير والو. بالنسبة للسادس ابتدائي، لاحظوا المواد المعنية بفروض مراقبة مستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة التعليمية. إذا كانوا داروا بأنه غادي يدوزوا التلاميذ فروض فقط في اللغة العربية، في اللغة الأمازيغية، في اللغة الفرنسية، وفرض في النشاط العلمي والرياضيات. دابا لا، دابا فرض في اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة الأمازيغية والنشاط العلمي. يعني الوزارة استدركت الخطأ ديالها بحذف التربية الإسلامية وكذلك الاجتماعيات. بالنسبة للثالثة ثانوي إعدادي، يعني التاسعة، كانوا غيدوزوا كذلك في نفس المواد، يعني اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، والعلوم الفيزيائي، والعلوم حياة الأرض. يعني ما كاينه لا تربية إسلامية ولا اجتماعيات. هنايا في المذكرة الجديدة كاين اللغة العربية، الفرنسية، الرياضيات، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، وفرض في علوم الحياة والأرض، وفرض في العلوم الفيزيائية. صافي، إذا ضافوا التربية الإسلامية وكذلك الاجتماعيات. مزيان، إذا من بعد ما ضافوا هاد المواد إلى فروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة، الجداول غتولي على الشكل التالي. لاحظوا، إذا الجدول اللي كان بالنسبة للتلاميذ والتلميذات اللي غادي يدوزوا السادس ابتدائي، شو كيفاش كان؟ إذا هذا الصنف هذا باقي هو نيت 50% 50%. بالنسبة لهاد المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة، كان فيها غير اللغة العربية، اللغة الفرنسية، النشاط العلمي والرياضيات، واللغة الأمازيغية. لاحظوا كيفاش ولا، دابا اللغة العربية، الفرنسية، الرياضيات، الأمازيغية، والتربية الإسلامية، والاجتماعيات، والنشاط العلمي. والجديد هو أنه داروا المدد الزمنية. اللغة العربية والفرنسية والرياضيات ساعة ونص ساعة ونص ساعة ونص، والأمازيغية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والنشاط العلمي 45 دقيقة لكل مادة. بالنسبة كذلك، لاحظوا هنا، بالنسبة كذلك هنايا للموحد الإقليمي، كانوا داروا فقط اللغة العربية، دابا داروا اللغة العربية والتربية الإسلامية. مفهوم؟ إذا هذه هي أوجه التغيير اللي تغيرت ما بين المذكرة ديال البارح والمذكرة ديال اليوم. إذا زادوا التربية الإسلامية والاجتماعيات. ندوزو الآن إلى الامتحان ديال الثالثة إعدادي. بالنسبة للسلك الإعدادي هنايا هذه غادي تبقى هي ها هي داكشي نفسه. بالنسبة للفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة، كانوا غادي يدوزو هاد التلاميذ فقط في العربية والفرنسية والرياضيات وعلوم حياة والأرض والفيزياء، ولا غادي يدوزو في اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، التربية الإسلامية والاجتماعيات وعلوم حياة والأرض والعلوم الفيزيائية. صافي، بالنسبة للغة الفرنسية والرياضيات واللغة العربية جوج ساعات لكل مادة، بالنسبة للتربية الإسلامية، الاجتماعيات، علوم حياة الأرض والعلوم الفيزيائية ساعة لكل مادة. بالنسبة للموحد الجهوي ديال الثالثة إعدادي ما طرأ عليه تتغيير، كان هكا اللغة العربية، اللغة الفرنسية هي اللغة العربية، اللغة الفرنسية، بالنسبة للرياضيات هي الرياضيات، التربية الإسلامية، التربية الإسلامية، الاجتماعيات، الاجتماعيات، علوم حيث والأرض، علوم حيث والأرض، والعلوم الفيزيائية، علوم الفيزياء. يعني ما طرأ عليه حتى تغيير. التغيير فين طرأ؟ طرأ في الفروض المراقبة المستمرة الموحدة على صعيد المؤسسة. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو، كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. زيدوا ساندوني وإن شاء الله أنا ديما معكم. كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وفقكم الله وسدد خطاكم. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.